اشتغل ان شاء الله. يبقى اول حاجه عيار اسمنت. تمام تمام. بعد كده ايوه ثلاث رمل، ادي عيار اسمنت. ايوه. وبعد كده عيار ثلاث عيره رمل. ادي الاولاني. وادي ثالث من رم كده ستة كده ست عيرة من السم. السم هنا في الحالة دي صغير، مش السم اللي بيستخدم في الخرسانة. تمام. ادي واحد. ونفضل كده لغاية ما ناخد تقريبا ربع شكارة الأسمنت وما يعادلها متعايرة بالنسبة للرمل والإيه والسن. تم تقريبا طبعا إيه زي الخط، خطة الخرسانة المسلحة أو الخرسانة العادية في الشغل العادي بتاعنا. وهننتظر لغاية ما نحط نتيجة الأدي موجود. بعد كده هنضيف الأدي على الخلط. بدل ما نضيف مية هنضيف مية مخلوطة بالأدي بوند. الأدي بوند واحد عيار والمية ست عيار. ودي طبعا هنتكلم عليها في فيديو تاني منفصل.